حياكم الله مشاهدينا من جديد في روح الاتحاد، وبدينا طبعا الآن بفقراتنا الفعلية اللي فيها أهم مواضيع الحلقة. طبعا دولة الإمارات يمكن يعني محمد من بين الدول اللي سجلت نجاحات وتقدم وتميز خاصة في مجال الطب. أكيد يا صفية، وأيضا يمكن مؤخرا وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة نشرت الإحصائيات عن النجاحات الكبيرة في مجال الطب في مختلف طبعا المجالات، سواء كانت هذه المجالات متعلقة بالطب المخصص للقلب أو الشرايين أو حتى غيرها من المجالات والعمليات الجراحية اللي أيضا يمكن جزء كبير منها تم استخدام التقنية الحديثة والعالمية لأول مرة يمكن على مستوى المنطقة. نحن راح نتكلم أكثر حول الدور الكبير اللي تقدمه الدولة وأيضا النتائج والإحصائيات طبعا إذا كانت متوفرة، وأمور كثيرة عن النجاحات اللي حققتها الدولة في هذا الجانب، ومدى ارتباط طبعا هذا الموضوع أيضا بمؤتمر يقام لمتخصص في مجال الطب أيضا وعلاج القلب، ومدى ارتباط أيضا بوثيقة السلام هذه المبادرة أو وثيقة الولاء. نتكلم أكثر إن شاء الله مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الشيباني الرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء. حياك الله دكتور معنا في روح الاتحاد. الله يحييكم. الله يبارك فيك. حياك الله. يحييك دكتور. بداية خلنا نتكلم بشكل عام عن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دولة الإمارات حققت الكثير في مجال الطب، ورعاية اللي تقدمها دولة الإمارات سواء لمواطنينها أو للمقيمين فيها أصبحت من أرقى الرعايات الصحية اللي يتلقاها في الوقت الحاضر، وإن شاء الله في المستقبل بيكون بشكل أكبر وأقوى. يعني إذا نيجي نشوف نحن يعني اليوم دولة الإمارات تعتبر من ناحية تطبيق المعايير الصحية العالمية وجودتها تعتبر 37، وخطة 2021 أنها تكون على مرتبة 20، فهذا بحد ذاته إنجاز. أما بخصوص الرعاية الصحية أو القلب بالذات، فاليوم يعني نحن نبارك دولة الإمارات وكل من يعيش في دولة الإمارات وكل من يحمل قلب على وجه الكرة الأرضية نبارك، لأن دولة الإمارات حققت كذلك في مجالات القلب وعلاج القلب أشياء كثيرة. يعني 2015 يوم نحن صارت عندنا زراعة قلب اصطناعية في دولة الإمارات، هذا يعتبر إنجاز، وبارك الشيخ محمد بن راشد بنفسه يعني الأطباء والطاقم الطبي اللي قام بهالعملية هذه. شوفوا الفكرة وين، أن القيادة يعني من أعلى مستوى في الهرم القيادي لما يتابع عملية جراحية لأحد الأشخاص في دولة الإمارات بزراعة قلب ويبارك للطاقم ويبارك للجهود هذه، فهذا شيء كبير يعنينا نحن من الدرجة الأولى كأبناء دولة الإمارات، ويثبت للعالم أن القيادة في دولة الإمارات هي يعني داخلة في قلوب كل إنسان. نعم. وسلامة هذا القلب من أولويات، ويعني أولويات القيادة صار من أولويات إسعاد هذا القلب وسلامة هذا القلب. ففعلا لذلك نحن اليوم أسعد شعب، وسعادة الشعب ما تيجي إلا إذا كان هناك قلب سليم. صحيح. فالحمد لله على هذه القيادة اللي الله رزقنا بها. نعم. والحمد لله على هذه الدولة والأرض الطيبة والجهود اللي يبذلونها كافة أطياف المجتمع اللي موجود عندنا في الإمارات. نعم. يمكن دكتور يعني مسألة الرخاء والاسترخاء أيضا والسعادة اللي تكلمت عنها تأتي من بناء الإنسان في المرحلة الأساسية، وبناء الإنسان يمكن يتمثل في جوانب كثيرة، يمكن من أهمها الجانب الصحي وأيضا جانب التعليم واهتمام القيادة بمثل هذه الأمور. يمكن تكلمت أنت أكثر عن جانب العلاجات والأمور المتقدمة في هذا طولة أمرك. أنا اليوم ببسطها تكون الصورة أوضح وأشمل وأبسط. نعم. اليوم الآفة المهمة والكبيرة اللي ما حد يمكن منتبه لها، أو كثير من الأطباء طبعا عارفين عنها، وكثير من حتى الناس المفكرين والباحثين في هذا الشأن اللي هو أمراض القلب عارفينها، آفة القلب الأساسية هي التوتر والانفعال والقلق. نعم. وأسباب التوتر والانفعال والقلق ما هي؟
البطالة، عدم الاستقرار، عدم وجود مسكن، عدم وجود رعاية صحية، عدم وجود أشياء كثيرة إذا افتقدها الإنسان في مجتمعه أو في أسرته أو في بيته. نعم. يعني يصاب بهذه الآفة اللي هي آفة القلق والتوتر، وآفة القلق والتوتر تؤثر سلباً على هذه أهم الآفات اللي تأثر على أمراض القلب. يعني في أبحاث يعني تم التأكيد عليها وتم المصادقة عليها من قبل كل الأطراف منظمة الصحة العالمية، أن الله يسلمك القلق والتوتر أحد أهم أسباب أمراض القلب، بحيث أنه يسبب على تضخم في عضلة الشرايين. نعم. عضلة القلب، وهذه تسبب أحد الأمراض اللي لها اسم غريب بالياباني وبالإنجليزي يسمونها هارد بروكينج، يعني اسمها شيء هارد بروك، ويعي القلب عندنا هنا لا كسر القلب كسر القلب فهذه عملوا فيها دراسات واكتشفوا حتى من الجانب العاطفي. يعني اول اكتشاف كان على البحث، يعني الاكتشاف كان على المرأة تم الكشف عليها. نعم. العاطفة، الأمور هذه، الانفعال العاطفي. نعم. والأمور هذه كلها تأثر. نعم. دكتور، لو نتكلم الآن أيضا عن يعني المؤتمر اللي ذكره زميلي محمد، اللي هو المؤتمر العلمي الثامن لأمراض القلب بالبرازيل. هنا. وتواجد دولة الإمارات ضمن أيضا فعاليات هذا المؤتمر، كلمنا عن طبيعة هذه المشاركة. والله هذا المؤتمر أول شيء كان يعني بمشاركة 14 دولة وأكثر من 1000 طبيب كانوا موجودين، أخصائيين في أمراض القلب وتشخيص أمراض القلب وفوق الصوتيات، تشخيص أمراض القلب فوق الصوتيات. كان مؤتمر ضخم جدا، وأنا صراحة دعيت لأن كنت طرحت في مرحلة سابقة من السنوات بعد إطلاق الوثيقة. نعم. أن الاستقرار والسعادة والعدم التوتر هما العامل الأساسي للوقاية من هالأمراض هاي. نعم. وسبحان الله وصلت هذه الفكرة والأمور هذه ومع الأبحاث اللي كنا لامينها نحن، فطلبوا مني أني أنا أجي على أساس أكون ضيف شرف وألقي محاضرة في هذا الشأن، وفعلا توكلت على الله ورحت. تفاجأت من عدد الأطباء والعلماء اللي موجودين هناك، شيء كان شيء ضخم. الحلو في الموضوع هذا أن كانت دولة الإمارات مشاركة. نعم. سواء بوثيقة الولاء أو سواء بأوراق عمل أخرى. نعم. كان هناك كذلك الدكتور جلال الكيلاني، يعني ممثل، يعني يمثل عن دولة الإمارات كذلك. نعم. حضر وألقى البحث من أهم البحوث اللي حضرها. نعم. اللي ألقاها. أبشركم طبعا إحنا الحمد لله أول مركز تشخيص مبكر لأمراض القلب في دولة في الشرق الأوسط، يعتبر في دولة الإمارات في مستشفى دبا الفجيرة، يعني أحدد لك إياها. نعم. وهذا اللي هم يعني يعمل كشف مبكر لآلام الصدر كلها. نعم. هذا طبعا إذا تطبق في مستشفيات الدولة راح يوفر كثير من الأموال بدراسات رسمية ونشرت في الوسائل الرسمية الإعلامية. نعم. يوفر تقريبا 1 مليار درهم سنويا في مسألة الحد من انتشار الملد واكتشافه قبل الاكتشاف المبكر لأمراض القلب. نعم. دكتور، تكلمت عن وثيقة الولاء اللي يمكن تكلمت عنها في المؤتمر اللي يقيم. نعم. في البرازيل، تكلمنا أكثر عن هذه الوثيقة، شو تتضمن هذه الوثيقة والارتباط اللي يربط الوثيقة بأمراض القلب. نعم. وثيقة الولاء والانتماء، يعني باختصار شديد نحن قلنا الولاء له علاقة ما بين الفرد ونفسه. نعم. وما بين الفرد وربه، وما بين الفرد وولاة أمره وقيادته. نعم. وإذا كان هناك ولاء فهناك استقرار نفسي. نعم. في ذات الإنسان ما بين العلاقة ما بينه وما بين هذه سواء الرب سواء النفس سواء الذات سواء الحاكم والقيادة وولاة الأمر أو الوالد أو الوالدة. نعم. أما الانتماء للوطن، لأرض الوطن، هذا يعزز ويقوي العلاقة والاطمئنان النفسي ما بينه وما بين المجتمع، ما بينه وما بين عمله،
ما بينه وما بين يعني واجباته وما بينه وما بين، فهمت علي كيف؟ نعم. هالعلاقة هاي ما بين الولاء والانتماء هي علاقة وطيدة، إذا وجدت هذه العلاقة فمعناته هناك استقرار نفسي بعيد عن آفات التي تسبب أمراض القلب، وهي نعم. القلق والتوتر والانفعال و و و كل هذه. طول ما الإنسان كان مطمئن ومرتاح ثق تماما أن قلبه سليم. نعم. فهمت علي كيف؟ أما الجوانب الصحية الثانية اللي هي مربوطة بالقلب اللي هي عدم التدخين وهي أمور طبعا مادية، ولكن الأمور المعنوية لها تأثير كبير كذلك بلا شك على الإنسان. فنحن هذا الكونسبت اللي كان انطلقنا من خلال أن الوثيقة كذلك تعزز هذه الثقافة اللي هي ثقافة الولاء والانتماء، فهي تعزز سلامة القلب. نعم. وسلامة نعم. القلب من سلامة المجتمع. صحيح. جميل. بلا شك. نعم. يعني أنا من الناس اللي شاركوا في هاي الوثيقة محمد، وصلتني طبعا شهادة شكر من هذه الجهة المعنية بتعزيز هاي الثقافة. نعم. ثقافة الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور عبد الله الشيباني، شاكرين لك وجودك معنا في روح الاتحاد. يسلم. كلامك فعلا يثلج الصدر بما يخص يسلم. أيضا تقدم دولة الإمارات وتطورها في مجال الطب، والمركز اللي ذكرته اللي موجود في دبا، يعني نعم. هذا روحه يعد انجاز المبكر. التشخيص نعم. المبكر لامراض القلب. 21 ان شاء الله دوله الامارات راح تحقق مقابل كل 1000 فرد في دوله الامارات يسكنها راح يحقق يقابلهم 1.8 طبيب، يعني نسبه كثير ممتازه بالنسبه للوضع الحالي. يعني بالنسبه للوضع نعم. الوضع الحالي 2.9 اعتقد بيكون 1.8 يعني في المستقبل، مقابل كل 1000 شخص يقابله عدد الاطباء بالنسبه. ما شاء الله. نعم. جميل. كل الشكر لك اذا دكتور عبد الله، شكرا لك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. مشاهدينا، يعني نحن ايضا حريصين ان تكونون انتم مبتسمين دائما وسلامه قلبكم تكون في امان، لان نحاول نقدم لكم من خلال روح الاتحاد ايضا بعض الفقرات اللي تقتنصها كاميرا روح الاتحاد.